أخبار اليوم، نشرة الأخبار. أهلا بكم. إطلاق السيسي لمشروع تنمية شرق بورسعيد. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد التي ستنتهي المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر من العام المقبل. وسيكون مشروع التنمية في شرق بورسعيد على مساحة 160 مليون متر مربع، يشمل الأرصفة البحرية ومجرى مائي ودائرة الدوران ومناطق لوجستية ومناطق صناعية. ومن المتوقع أن ينتهي مشروع تنمية شرق بورسعيد بجميع مراحله خلال 5 سنوات. رئيس الوزراء يشهد التوقيع على بروتوكول تعاون لتطوير البنية التحتية خلال 5 سنوات. شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق تحيا مصر توقيع بروتوكول تعاون لتطوير البنية التحتية والبرامج التدريبية لمؤسسات الأطفال بلا مأوى بقيمة 114 مليون جنيها. الاحتكار والاستغلال والغش موضوع خطبة الجمعة. خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان الاحتكار والاستغلال والغش أدوات قاتلة حرمها الإسلام، كما حددت عناصرها لتتضمن الحث على الكسب الحلال وحرمة الاحتكار والتلاعب بأقوات الناس وحرمة الاستغلال والغش. وتتناول الخطبة خطورة هذه الأدوات على الفرد والمجتمع وضرورة التكاتف للقضاء على هذه الظواهر مع ضرورة التكافل والتراحم وبخاصة في أوقات الأزمات والشدائد. الزند يلتقي وزيرة التعاون لتفعيل اتفاقية دعم وتحديث إدارة العدالة. التقى المستشار أحمد الزند وزير العدل الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي للبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقية دعم وإصلاح وتحديث إدارة العدالة. وشدد وزير العدل على جميع الحاضرين والمساهمين في هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت الذي بدونه لا تتقدم الشعوب. الكنيسة البابا تودروس يزور الأراضي المحتلة السبت للصلاة على مطران القدس. أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية سيرأس وفدا كنسيا يسافر إلى القدس السبت المقبل للصلاة على الأنبا إبراهام مطران القدس الذي توفى أمس. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.